اللي توا باش نستقبلوا من اقوى لي رابور في تونس التوب 5 نتاع لي رابور. الرابور نتاعنا ذي ياسر اندر جراوند. الرابور نتاعنا ذي ما يظهرش برشا في البلاتوات، ما يظهرش برشا في لي ميديا، وحسب ما نعرف اول مره في بلاتو تونسي نستقبلوا ان دي بلو غران رابور تونيزيان الكاسترو. نعرف فخرتي تحت التراب وسطوري وفينومين وما يحكمش الكبيرش حومة وزنقي واصحاب اللي حبوني واللي كرهوني يعرفوني ما نحيرش. نعرف فخرتي تحت التراب وسطوري وفينومين وما يحكمش الكبيرش حومة وزنقي واصحاب اللي حبوني واللي كرهوني يعرفوني ما نحيرش. يعرفوني ما نحيرش وديما مني ما خيرش. يعرفوني ما نحيرش واللي فريوسهم ما يصيرش. يعرفوني ما نحيرش وديما مني ما خيرش. يعرفوني ما نحيرش واللي فريوسهم ما يصيرش. مشني مضيع فرصتي مشني قاتل غرستي واقف كيما عرستي صبع اللي تحت سرستي كي نحي نحشيها في عين نبقى الكينج والاسطوره وانتي فين والحب فين اول بيتش لا ما نسيتش مقريكم سمعا وكتيبة حكايتي جيتهم مغربة لا عندي لقبول لا مجيبة مش مقبول خاطر ستيلي اللي معايشهم في تركيبة معايا تعود حساباتك والبني طبيبة زندياني كي جيراني في سباقي ما ثماش الثاني زين الباقي صار في اللي جاني كلامي اللي باقي كان انا اللي فاني مش كاتب صديقي على الوقت اللي نساني واللي كتبته بيدي خرجته بلساني قراهولي مخي وقت عكس زماني ديما مولتو بيني ديما مولتو بيني. البارانويا فيها عدوى ما نعدلش على الناس اختارت تطيك البيك قدوة يا حسرتكم عندي بدوى ناس تتعامل مع بيت بتقولش الدنيا توفى غدوة. نعرف فخرتي تحت التراب وسطوري وفينومين وما يحكمش الكبيرش حومة وزنقي واصحاب اللي حبوني واللي كرهوني يعرفوني ما نحيرش. نعرف فخرتي تحت التراب وسطوري وفينومين وما يحكمش الكبيرش حومة وزنقي واصحاب اللي حبوني واللي كرهوني يعرفوني ما نحيرش. يعرفوني ما نحيرش وديما مني ما خيرش. يعرفوني ما نحيرش واللي فريوسهم ما يصيرش. يعرفوني ما نحيرش وديما مني ما خيرش. يعرفوني ما نحيرش واللي فريوسهم ما يصيرش. جيجي كيما فلاك ومانيش مطيش الفلاكه سبانك ما يجيب الباكو قرات سليكي فيك كل واحد يعوم فلاكو لا سوشي لا تاكو عنده بيستولا ونوفش بيش طيرش لك يا اخي في بالك شكيكة شبيك ذي كانيتك جهدك مش متاع استاكة شبيك ذي كانيتك نراك ولا عمري ريتك انتي نسخة مولا بيتك ما بهم لي حكاهولك راسك ما بعدني علي في نيتك هرم دزيتو ما دزيتوني تشريتو ما رات عيوني مع ديستاجيك البيك باب باللي حبوا يعطلوني لتوا واقف هزا القاب ناقب وذني نلسموني وصبعي من القصة نرتبوا لتوا الساك ما تعبيتش خاطرك تونس عكست ما حبيتش مسربي كيف وكراتش اسطوري كيما حجوري كيما شريكي كي جمهوري نبقى نشوت الماركي لاخر ماتش والناس ما راتش. نعرف فخرتي تحت التراب وسطوري وفينومين وما يحكمش الكبيرش حومة وزنقي واصحاب اللي حبوني واللي كرهوني يعرفوني ما نحيرش. نعرف فخرتي تحت التراب وسطوري وفينومين وما يحكمش الكبيرش حومة وزنقي واصحاب اللي حبوني واللي كرهوني يعرفوني ما نحيرش. يعرفوني ما نحيرش وديما مني ما خيرش. يعرفوني ما نحيرش واللي فريوسهم ما يصيرش. يعرفوني ما نحيرش وديما مني ما خيرش. يعرفوني ما نحيرش واللي فريوسهم ما يصيرش. يعرفوني ما نحيرش وديما مني ما خيرش. يعرفوني ما نحيرش واللي فريوسهم ما يصيرش. يعرفوني ما نحيرش وديما مني ما خيرش. يعرفوني ما نحيرش واللي فريوسهم ما يصيرش. كنت التسليمه نتاع الرابوريت توا لحفظتها هذيك علاش واحده اثنين هكا ليه ليه وعندك الضربه الاخرى جا نعاودوها برا اسمع عديوك الريفرانك اللي تعمل هكا يعرفوني ما نحيرش برسمك هكا هي هكا
مكنش تشطح قبل. لا لا نعرف ما انت عندك ضربه سبيسيال لك يعرفوني ما نحيرش. يعرفوني ما نحيرش. هنا ما كبيرش. معليك اللي يسمع انت مروح وبدنك عاملك. ما انت تحب تروح من هنا وبدنك اكيه ما نحفوني ما نحيرش. والله عمرك ما روحت للدار صاحبي تجي مروح يعرفوني ما نحيرش. والله تصدق ما زلت ما بروح. تاع اربع مرنيق اللي يعرف. اما هي فازة. لا هذيك هذيك الدار اللي خانات بتاع رابرات بتاع راني شيخ شيخ والله لا 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 راني مقلع وبدني ماشي هكا وانتم ماشيين غاديكا كيفاش فاز؟ ليه معناها يلزم يكون شيخ يلزم يكون طاير عندي ثلاثة ايام صباح نخدم ليه ليه على المشي على المشي ماشي معناها شيخ يعني ليش مشكل مش فاز تنا نرجعوا الكاسترو أباب البيه الكاسترو صح ما يظهرش ما يدورش برشا عندك زوز اسامي الكاسترو اه عندك الكاسكسو الكاسل كناسترو سامحني والله مش مقبول الكاسترو فيديل كاسترو فيديل كاسترو تعرف فيديل كاسترو وعندك اسم هو حم مغرب منين جاوا الاسامي هذوما زوز بالضبط معناها سورتو غراب غراب من وليد حومتي صح هكاك التروبيجا نتاع غراب ليه مش تروبيجا نتاع غراب قديمه فما معناها كلي يحكي تحبيش انت حم غراب لا بالعكس بالحق اكثر حيوان معناها نحبه معناها معناها اذكى حيوان معناها غراب كيف معناها كاسح على الاخر معناها اما شنيا هي رو هو الغراب عبر استنى اكزامبل معناها اي ما يسبختوش بيه في تونس والله انا ما يهمنيش معناها سبختو بيه ما سبختوش بيه والاقوى من هذا انت معناها في بالك شنيا الأقوى من هذايا معناها اللي هي اللي أنا معناها غراب ووجهي مبروك على الأخر. أي فوالا ما حبيتش نقولها. واعت في حومك يقولوا غراب معناها روعة. لا بالعكس. بالحق. بالعكس جملة. أنت وجهك مبروك إن شاء الله مبروك علينا في اللي بيصير. إن شاء الله صح فما حتى بعد وكسر تحياتي التيتر حلو ياسر اللي كنا نسمعه سيريزمون أنا نحب الراب ونسمع. حلو برشا تحسها موزيكا فيها ريشيرش أندر جراوند ماهيش كوميرسيال برشا. بون. مش هي شنو الفرق بين الاندر جراوند والكوميرسيال معناها ماكش ياسر في الكوميرسيال وكل الموسيقى نتاع مانيش ياسر كيما نقولوا في السوسيال مانيش في ياسر في الحاجات اللي يحبهم معناها الجرون بيبليك معناها انا عامل فان بيز على روحي نغني في حكايات كوميرسيال ونغني في حكايات انجاجي ونغني في حكايات معناها بيرسونيل اللي انا فهم كيفاش اما هو شنيا معناها السوسيال في تونس شنيا ماخذينه العباد ما نعرفش شنيا معناها الكوميرسيال في تونس ماخذينه هاكا تسمعك برشا عباد وكها وبرشا الباقي فيك اللي عندك البصمه نتاعك عندك ستيلك معناها كي واحد يسمعك فما دي رابور تحسهم برسك نفس الغنيه ونفس الموضوع ونفس الموسيقى انت من الحركه نتاعك من الركعه من شطح معناها عندك موندوك لونيفير نتاعك نقولوا الموندو في هو ما تسمى معناها شويه معناها نالج كذا متعمق شويه في الموسيقى معناها نسمع برشا نسمع برشا ونحاول نكون ديفيرون نحاول نكون ديفيرون مش هاو لازمني نعمل فازة هذيك باش الناس الكل تعرفني بالفازة هذيك وجوي به صعيب الراب الناس الكل نجموا يعملوه الناس الكل تنجم تعمل راب اما مش راب الباهي الراب الباهي مش معناها الناس الكل تنجم تعمل راب ما تنجمش تقعد ترابي برشا وما تنجمش تعمل هيب هوب معناها ما تنجمش تعمل هيب هوب العباد معناها ما تنجمش تكون برشا عباد ترابي برشا عباد ترابي اما فماش كيما قلت لك فماش نالج فماش معرفه فهمت كيفاش توا لي رابور جينيرالمون سورتو في الكوميرسيال يحكي كلام مفهوم ويعطي دي فراز اللي فيهم عبره ويعطي دي فراز اللي زعما زعما يمسوا الببليك بلاك ليدونتيفيكاسيون تاع المحروم ولا الحارق ولا الناقم ولا درشنو ولا الفقير ولا الزوالي انت شفت في الراب نتاعك ناس مع فيك فما حاجات فاهمينهم فما حاجات ما فاهمين منهم حتى شيء سهله الحكايه على الاخر باهي انت كي تبدا مغروم معناتها مثلا بحاجه ولا بحد ولا بيرسوناج معين كي تبنك مع انسان اخر تبدا تحكي معاه مثلا يبدا معناه عامل حاجه كيما نقولوا كوميرسيال ولا ضارب الانسان هذاك باش يقول لك انسان نعرفه الاخر باش يقول لك لا تعرفش حكايته فهمت كيفاش هذه هي اول حاجه اللي باش الاخر اعمق معناه من الانسان الاخر باش يقول لك تعرفش حكايته معناه الاخر ديب انسان معاك تعرف حكايتك معناه انا شخذيت خلينا نكمل لك انا شخذيت خذيت ما انت معناها ها وانا نحكي لك حكايتي انا وكهو فاش قام نقعد نحكي انا على درشنيه وعلى درشنيه ما نجمش معناها نغني انا الحاجات هذيك نعرف معناها على الاخر عندي اصحابي كل يوم يحرقوا بريسك معناها حومه ما قعد فيها حد نعرف برشا معناها حاجات على الاخر ديب ديب انا على الاخر معناها في حومه ديب عميق 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 ديب يعطيك الصحه في الحومه اما نحب نغني على البيرسوناج نتاعي انا على خاطر انا مالي كان برشا واحد فما برشا كلمه تتعاود برشا في غنياتك ولا كلمه سمعتها انا تقول زندياني وزنديانيه شنو تقصد بالزندياني شكون الزندياني كنت قبل كنت صغير كنت مغروم بريد سكينز فهمت كيفاش وكنت نصور معناها في تصوير زندياني هذاك خاطر جاتني كادو ما كنتش معناها نعرف كذا وتصيبها في وبعديك لا
بعديك تطورت الحكايه ولات هي شنيه الزنديني هو ناتيف سكان الاصليون أي. في الكره الارضيه اللي معناها بدون معناها مش بدون قواعد قواعد نتاع حياه انسانيه وكها وفهمت كيفاش اللي هو راهو زنديني معناها تحكم في روحك معناها انت تي ريفونديك كل الحاجات الاصليين والناس اللي ظلموا يعطيك بون مش هكاك روحي معناها مش روحي بفاسون نفس معناها كذا معناها تحكي على روحك كيما هي راني خايب في حاجات راني خايب في حاجات راني كذا كذا هذيك هي معناها البيرسوناج زنديني معناها تتربرز هكاك وديجا هي سيري نتاع تيتروات سيري نتاع تيتروات هي زنديني واحد زنديني اثنين زنديني ثلاثه زنديني اربعه و قبيله كامله معناها تيتروات حتى الخامسه فما السادس يمكن يهبط معناها جاي قريب فما شيء اخرى زاد حليتها زنديني نالج الشين الجديد هذايا باش تولي اكتيفي معناها باش فيها كورميتراجات نتاع تيتروات طويل خاطر التيتروات هذيكم راهم طويل على الاخر معناها نعمل في تيتر نوصل في تيتر على بعد راجع ونخلي العباد تسمع نعمل ربع ساعه يعطيك الصح نحكيو عليها الحكايه هذيكم كلي باش يتصوروا لازم معناها كيما نقولوا لازم برشا رياليزاسيون بالرسمي معناها خدمه باهيه على الاخر باش حتى في الفيزيو العباد ما تقلقش كيما معناها في الاوديو انت وعلي طلعتوا ببعضكم في بو. كوليكتيف زمرة. زمرة أي صحيح. يوم أنتم مزوز قاعدين تنشطوا موسيقى ضرب. أو وين بقيت الزمرة؟ وين باش نقول لك كيفاش؟ الزمرة فما عباد. الزمر الآخرين. الزمر هاي كيفاش؟ هيش قلت لك تشكيلة متاع عباد. فما عباد مغرومة بالهيب هوب، معناها عباد هيب هوب على الآخر، أما عندها ثنية أخرى في حياتها. مثلا أنا وعلي ما عندنا حتى شيء في الدنيا هذيا كان موسيقى معناها. ما عندنا ما نعملوا حتى شيء كان موسيقى. دو تيل فاسون لازمنا موسيقى هذيك أنا لكن أنت وعلي كل واحد مشى في ثنية في الموسيقى. علي مشى لا علي مشى في الكوميرسيال. ماهوش كوميرسيال. الكوميرسيال نتاع علي عنده بلوس دو فيو وأنت مشيت في الأندر جراوند ومش أندر جراوند. أنت ظهري حتى تحت الأندر جراوند حفرت وعشت مع الأرانب. أنا كبشت زندياني كبشت في التيم هذيك على خاطر زاد راهو كي باش تعمل حاجات كوميرسيال تم معناها يجيو في وقتهم فهمت شنو هي؟ خاطر راهي كيما نقولوا راهي انرجي مفرطه لازم تعرف كيفاش تحصرها راهو تعرف كيفاش تتعامل معاها ما تجيش معناها كيما نقول تطيش روحك وين يجي وهكا هو كيك سايبه كيك وكيما جات جات لازم راهو تحسبها زاد شوي معناها تكونسومي روحك في كوتي كولتور تسمى العباد مليح بعد تكونسومي روحك كوتي فيزيال بعد تكونسومي روحك كوتي كوميرسيال تكونسومي روحك زاد كوتي تلفزه كوتي كذا كوتي كذا الكاسترو انت قلت اللي ما عندك تو نسمع فيك قلت ما عندك حتى اكتيفيتي اخرى تعملها بخلاف الراب تعيش منه تنجم تعيش تنجم تعيش من الراب اسمعني تكسر راسك راهو معاه تعيش من هو شفت الانسان الذكي في الدنيا هذيا لازم يعيش من الموهبه اللي يعطيها له رب اي تعيش منه ولا وبيان ولا بون مش بيان فما حتى واحد راهو يعيش من رب بيان كون فما شكون كيفاش تعيش فلوس تدخل لك على اليوتيوب ولا بحفلات على اليوتيوب كونسيرات كونسيرات كنا نورغانيزي كونسيرات وحدنا ديرنييرمون معناها كي ولينا موجودين برشا في معناها ولينا تعرفنا ولينا كيما نقولوا تعرفنا العباد اكثر من قبل برشا برشا صعبت الحكايه كان عندنا فان بيز نعملوا كونسير جي برشا عباد فهم كيفاش تو ولينا مربوطين بمهرجانات مربوطين بكارت برو مربوطين بوراق مربوطين كذا مربوطين كذا دونك لازمك تتبعها بشويه بشويه الحكايه باش تنجم تعمل منها فلوس وتشد بوك الباهيه تنجم تعيش به سينو معناها ما تنجمش لو تعيش معناها بالراب لازمك تكسر راسك اي حاجه لو شفت ما تعيشش من الموهبه اللي اعطاها لك ربي راه الباقي كل زايد معناها فهمت شنو علاقتك بالرابرات الاخرين شويه شويه مش شوي شوي احكي لي شوي شوي ما نفهموا منها شيء شوف راب تونس احكي احكي كما تحكي في الدنيا فما انت مثلا يمكن سالتك وحدنا قاعدين تقول لي شوي شوي هكا ولا عادي شنو هي علاقتي عادي السلام عليكم السلام عليكم صباح الخير صباح الخير لاباس لاباس لعملك تعمل تو انت ما غير ما تشعر قلت لي قليل ياسر اللي يعملوا في الهيب هوب وهما رابوريت معناها ماهوش علاش معناها مش هكاك معناها لازم نكون كونترهم هما كلتير اخرى رابوريت معناها كلتير في ما عرفتش كلتير هيب هوب الراب نحكي لك كلتير اخرى يسمعوا فرانسيس على الاخر انا نجيب لك رابوريت تونس الكل اشترها الدابي وما تعرفش منين الداب داب اشترها الدوف دوف دوف ماكس ترا فيها كان دوف 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 في الكليبات قول وشنو هي هذيك بيك شي راسو يوجع فيه هاي قول وانت شنيا هو ما عارش هذيك شنيا معنوزة برشا مبيقاء كان تاك ما رقدش مليح ما رسف ورالي قول وانت قول لهم انتم شنيا هذيك انت اول حضور ظهر لي معاه عندك في بلاتو هكا مباشرة اول حضور صورت حاجات اما اول حضور في بلاتو في بلاتو اول حضور في بلاتو سامحني الرابرات ديما من الاولهم كي يطلعوا وجاوبني انت صلح لي ديما نسمعهم الكل ضد الميديا ويسبوا الميديا وكلاشوا الميديا واي رابور طلع وضرب كوميرسيال سامحني خلينا نكمل طلع اول كرابوريت هاجم الاول على بلتي بلتي طلع في الميديا والناس كل بلتي وتكلاشي فيه سيرش معناها تكلم خلينا نكمل لك عاد باش نجاوبني ومن بعد عام عامين ثلاثه يذوق شويه فلوس ولا يتعرف ولا مومبر دو فان تاعو يطلع تلقاهم في البلاتويت
هي بوس كلها موجودين في الفيديو. مش معناها علاش قلت لك راهي لغه بيعان، قلت لك راهي هي كولتور، راهي الحكايه تونس الكل حتى يسبوا في الميديا هما بينهم تعديو في الميديا، نحنا نجموا نفصوهم في تيتر على الميديا ما نكبشوش نحنا في حكايه برشا وما نتعداوش، قعدنا برشا قعدنا فوق راهو 3 سنين ولا 4 سنين راهو ما تعرفناش لعبات في تلفزيون تسمع فينا اوديو من با حتى عندنا معناها فيديوهات، علاش؟ على خاطر راهو فما وقت معين تتعدى فيه، رابيرات اللي في امريكا الكل قاعدين يتعداو في الميديا، اما فما وقت معين تتعدى فيه، ما تجيش راهو السلام عليكم راني جيت ضرب لك تيتر خاطرك تسب في الحاكم جابك الاخر باش ما يسبوش يا اخي تعديت تلزق تقعد تعيش في تلزق تسب في تلزق، ما تجيش كانك تحضر في كي تسب في الميديا تحضر روحك باش تعدى الميديا. لا نحن مش قلت كسب نحن نفركوه ما عناش نحن سب في الميديا عباد ما نتعداش والميديا وكان تسمع غنيات على الميديا تقول تاخذ بعض اي هما هذاك مش هما تلقاهم هما بيدهم في الوقت اللي يسبوا فيه في الميديا موجودين في الميديا ما هي هذيك هي اي امور مانيش مدخلني فممكن برشا عباد مرضى نفسانيا كل واحد شنو مشكلته معنا في حياته شكون اعطيني يا سيدي ما عنديش يا ولدي يا سيدي مش مدخلني يا ولدي انا بالرسمي راني بالرسمي ما نركزش راهو بالحق راهو ركزت معناها كي نسمع راب كاحترام اسمك تقول انت ما تعاركتش مع رابوريت وما كلاشيتش وما كلاكشوكش يا ودي تعاركت انا مره تعاركت مع بيت قمت نسمع مره تعاركت مع بيت قمت سبيحنا رابوريت اخرين نسبوا فيه شنو تعاركت مع بيت قمنا رابوريت اخرين نسبوا فيه ما تلقاه شلت اصحابه ليه لا شلت اصحابه كيك جو كيك فهمت ثوره هاي ثوره نسكول وي متعلم فما الاخر نسب على الاخر كنت كيفاش كلام شنو مش نسب مؤلم انا كلامي مؤلم فهمت شنو هي اعطيني كلي كعرفتك اللي تحكي الانسان كلي حقيقته ليه علاش سبين لازم سبين لهم سيرتو معنا مثلا نحن في رابنا ساعات نعطيو بونش لاين ما فيهاش حتى كلمه زيد وتقلق مثلا العبد على البونش لاين ما فيهش كلمه حاضر تو ولا لا مش حاضر فهم وياك مش حاضر في الدنيا انت اللي يعجبني فيك التواضع نتاعك به مره انت قلت انا مانيش احسن رابر في تونس لكن لا فما لا قبلي لا بعدي لا كيفي ما فماش خاطر ركزت في الحكايه هذه ياسر متواضع هاي مش تواضع هذه فهمني احترام احترام الواحد احترام للروح واحترام للروح كنت تير هربت عليا راني انا قعدت مع افريكا بومباتا وتاع قبل لا ما قعدتش اسمعني راه تفرجت فيك في شمس عليك راه نعرف نعرف نحن صغار قداش عمرك انا عمري 28 سنه اي مقطع عمرك معناها انا بطلت الدونس معناها بطلت البريك كنت قبل ما يتولي بيبو هربت راك هربت اسمعني نحكي لك معناها تحكي لي انت كولتور معناها نحكي لك راه كنت مبرك اي فما حاجه كانت فريزات وستايل معناها الحكايه قبل ما تولي بيبوينغ وتطير العباد تو بالرسمي الكولتور اللي احترمها اللي هي نتاع الدونس معناها انت اي خلينا نكمل احسن رابور لكن لا فما لا قبل لا بعد حاسيلو انا عندي باركور في الحكايه هذيك وقعدت قلت لك متعمق فيها انا ما قمتش الرابي بالعناد خاطر ولات حومتي ما يعرفونيش باش يولي يعرفوني ولات حومتي ونلقى روحي في حاجه مانيش عارف انا فاش نحكي على خاطر سيد سمعت هكاك قاعد راني معناه اني كرياتيف نسمع كل يوم نكسر في راسي وباش ما نجيش كيما هذاك وكيما هذاك وكيما هذاك وكيما هذاك اوتوماتيكمون باش نكون لا كيفي لا قبلي لا بعدي ما دامني انا مانيش كيما هذاك وكيما هذاك وكيما هذاك وكيما هذاك هذه معناها حاجه هكايه راهي لازم اي فوالا كي تفهمنا جمله انا نولي نفهم لي كود بتاعك معناها انت موديل اونيك ما فماش كيف في تونس اي ما فماش فوالا به الراب يقوم على لي بارول ليريكلي فبون فما ليريكلي لازم زاده في لينك باهي فما زاده فايب راك معناها تعطي في فايب العباد وراك تعطي في اي من الناس معناها تركز الاكثريه على البارول واللي تعاودوا الكلمه اللي تضرب والحاجه اللي تحس فري الفايب والريتم ساعات وانت معروف باللي بارول نتاع الاغنيات نتاعك انا ركزت معاك ودخلت الريبرتوارك وشفت لي بنش لاين نتاعك وعندك دي بنش لاين ممكن تصنيفها اقوال ماثوره ونمشيو ديريكتومون اقوال ماثوره مع الكاسترو الاكستريت الاولاني من الغنايه نعرف اخرتي تحت التراب استوديو فينومان ما يحكمش الكبيرش هذه كنا نسمع فيها قبل تعاود لي خلينا نفهمها نعرف اخرتي تحت التراب اي مان مان نعرف اخرتي تحت التراب استوري فينوم تولوا لما فهم مفهومه نعرف اخرتي تحت التراب استوري وفينومان وفينومان هذه فهمناها وما يحكمش ما يحكمش الكبيرش الكبيرش هذه اللي ما يحكمش الكبيرش باهي هي كيفاش فاسلك فاز فهمني كيفاش الكبير شكون وساع الكبير الكبير هو التيتر ما لازم يكون بيرسوناج ما يحكمش معناه فماش معناه كبير في راسي معناه باش يحكم بريمو فماش اكبر منك فماش اقوى منك ما فماش هكاك علاش انت ما يحكمش فيك معناها الكبيرش لازم معناه ما فماش اقول لازم ديما فما كونفيونس فهمني صاحبي باش فهمالك هي راه التيتر اسمه ما نحيرش
دو تيل فاسون انت لازمك تنسبيري كي تكسر راسك. كنت نش بقول ما يحكمش الكبير ومدرا جاي ما الحيرش، ما تمشيش لازمك تكسر راسك كي باش تقول الجمله هذيك. ما يحكمش الخميرش والجمهور يدبر راسه. اه الحبيرش ما يجيش هاو دبر راسه الجمهور الحبيرش. الحبيرش معناها هي مش هكاكه ديجا كاتبه بونش لاين قبل في ما ثبتش مليحش. اه ما ثبتش مليحش. عندك شيء تدخل عليك انت بعد ساعه تبدا قاعد تجيك شيء. قلت لك لازمك البونش لاين يقف. بونش لاين بونش لاين لازمك تكدريها البونش لاين. باش تكدري البونش لاين مش لازم خاطر يفات بالاين شوف الكلمات الكل بالاين. لازمك تعرف كيفاش تكدري البونش لاين. شبيكش قبيحش. ايه ما تجيش. باهي الثانية قوية زاد. الثانية صاحبي راه نحب نفهمك انا باهي كيف يفهمك جمهور. برا لوج علاش؟ هذه صاحبي هذه والله نسخيلهم غلطين من الاول. صلح لي كان غلطه ولا اسمعني استنى صاحبي خلنا نقرا لك خلنا نقول صاحبي انت بيدك ظهر لي بعد ما عملت فقط. لا اول ما عملت فقط استنى خلنا وين الكاميرا وين برا لوج علاش في اغنيه رابرا تطل تعوج كيفاش؟ اي في غنيت هذه غنيتها مع حداد غنيتها مع شو اي غنيتها مع حداد. لا سيريوزمون ولا غنيتها برا لوج كيفاش تعوج كيفاش؟ هي اسمع مانيش نقول باش نخليها لك مع حداد. هاي باهي برا وريني معناها انت كيفاش باهي باش مازلنا راهو مازال انا مخي عكش. استنى الناس سبوني خاطر امي وبابا ناس باهين سهله والله مش من مخي راهو كلام بالرسمي زاد بونش لاين كاس حراي هذه الليفل 6 هذه نيفو صاحبي نيفو واش قلت لك نيفو دو تيل فاسون انت صاحبي تعرف معناها سبوني سبوني خاطر امي وبابا ناس باهيين خاطر في وقت من الاوقات كي ما عادش تحب تسب على العباد انت مع ما عرفش انت عمره ما قال داركم كي سبك حد ما تسبوش انا تو عرفت تعوج كيفاش اسمعني عمره من نهار ما سبك حد معناها ما سبك حد وداركم قالوا لك ما ترجعش سب اي فهمت كيفاش يبداو ناس باهيين معناها داركم يقول لك ما ترجعش سبا تتفيق بالانت العابد باش يولي يتغذى منك بالسبان يولي يسب برشا كي ما ترجعش يزيد يكثر لها العابد فهمت كيفاش؟ فهمت مش ترجعش كيفاش؟ والله فهمتك وراس خويا حاسيلو مش لازم يسالش انت قاعد تبدل في اللغه تبدل في المحتوى تو بديت نفهم التل قد كيفاش قاعد يتعوج كيكا على حكايه تو مش التل باش يتعوج تو ظهر لي الميسيون تاعي والدنيا الكل والكاميرا باش تتعوج استنى مش مربوط بوقت هذه صاحبي تعرف هذه مانيش مربوط بوقت اما الا غالب جيت مزروب مانيش مربوط بوقت اما الا غالب مزروب نحكي لك اكزامبل باش نحكي لك اللي عندي في الدار قتل قتلبني باش نحكي لك حكايه لما قال لحد شيء بار اكزامبل انا مثلا رمضان صور 11 ونص نلقى روحي ماضي ساعتين ما عنديش وقت انا راهو مثلا انا من مزروب ليه مش مربوط بوقت مش مربوط بوقت اسمعني انا مش مربوط بوقت فريلانس انا انسان هكاك اما راني مزروب عندي ما نعمل والله ما نغلط والله بالراس خويا لاني نقول لك امي والله خرجي من هكايا نحب لك امي مانيش مربوط بوقت انا انسان كنت نقرا نلقى روحي نحب نلقى نقوم من نص نهار والماضي ساعة كي نلقى روحي كيك نلقى روحي وليت معناها في لازم مزروب لازمك معناها تعيش وانت انسان هكاك تلقى روحك صاحبي مزروب كي ماني قلت لك جيتك انا ل 11 ونص جيت ل 11 ونص ما عندي ما نعمل انا اما مزروب عندي في مخي حاجات نحب نقعد نخمم نحب كذا يعني كرياتيفي فهمت كيفاش؟ سهلة كونشتاين بالرسمي برج وليا وتعداها الحكايه هذيا نبهت انا انساني يشوف بونش لاين وتكاكا ليه انا فهمتها من الاول راهو غير ونبهت اكثر كي فما قداش من تيتر وفما برشا بونش لاينوات كنت تنجم تلقاهم معناها وكنت تنجم تجيبهم معناها ليه ما شوف الحاجات المفهومين باش نفدلكوا بهم سالين اما نحن نفدلكوا توا على الحاجات هذوما اللي مش مفهومين نحب نفهم تاو مثلا فما جمهورك يتبع يغني فما ناس يقول لك خلينا نفهم لي كود نتاعو تو كي تفهم ايوا اسمعني شنو يفهم لي كود نتاعك نحكي بشنو انا يا اش بك شنيا نفهم لي كود ونفهم درا شنيا ولازم الاخر ولازم درا شنيا نحكي بالعربي فما كاتيجوري نتاع بين ما تفهمش هكاك رباني تعيش بالفايب كيما قلت لك فما تيتروات في تونس تحكي لي بونش لاينوات تسمع تيتروات شيخ ضحك تنجم راهو نكتب تجيب وزاره الامنين ودرا في راسي سيدي رجين ومتعدي من فلسطين وماشيين وانا جايين ومراجعين سهل راهي الحكايه اما انت معناها شفت انا باش نكتب راهو بار هكاك يعلم بيا انا ربي وين وصلت بالتخمام باش لقيته معناها البار هذاك باش جبته فهمت شنو؟ حطيناها مقول ماثوره راهو حاجات متميزه اي اقول ماثوره بالرسمي اقول ماثوره معناها كسروا اقول ماثوره في تونس نعطيك الاخرانيه اه رجوليه مانيش باش تتكلم
خليك تفسر لي واحد ومانيش باش نعلق عليه. نعطيك البهيم اللي في الضيعة محروس تعطيني عنتر بلوشديد. ليه صح؟ عنتر بلوشديد على السبب. استنى نشرب ماء ولا بالعب. ضحك هذه البونش لاين هذه. اسمعني هذوما البانشز هذه ينجموا قضيه وزاره التجاره يجيوك. نعطيك بهيم اللي في ذي علاش يجيوني وزاره التجاره؟ نعطيك بهيم اللي في ضيعه محروس. اسمعني علاش يجيوني وزاره التجاره؟ التجاره هذه نعت ما فيهاش شيء. علاش بيني انا انت فين تاجر بهم معناها بونش لاين كتيبتي هذيك؟ ليه ليه معناها هو يقول لك كيفاش تعطي العبد بهيم يعطيك عنتر بن شداد. نحكي شنو هي؟ هاي صاحبي انا ما كوديت ما خذ لي كوديت يفهموا بالكود وك الرويق هذاك لصقها بالرويق هذاك وكاس حال بونش لاين هذيك على الاخر. من اكسح ما تقال معناها في الراب. فهمت كيفاش؟ يا ودي راك تضحك ضحك راك تسمع في راب في تونس؟ نسمع نسمع والله ما حسيتك ما تسمعش. ليه فما حاجات ما نسمعها؟ ليه هذوما نسمعهم وتصير لي تنقيزه في وذني؟ علاش ناقص في وذني؟ يا ودي ماناش فرد جينيراسيون فهمني خذ لي بمخي. يا ودي كي انا شنيا انا مش نعمل لك انا فرد جينيراسيون مثلا بالعكس هذيا قبلها كلمات وبعدها كلمات يتفهموا كي تخلف. ايه هما بيلان راهم كدراجه نتاع بونش لاين ويت معناها يجي بونش لاين راهم كاتب الكتبار تكتب راه هذيا كيفاش تقلت قبل ومن بعد نسيت ما نتفكرش نكتب برشا عندي برشا تيتروات تذكرها موا اعطيني عندي برشا اللي عملتها في الضيعه نتاع محروس والله ما تفكرهاش بالحق ما ركزتش مع برشا كست أباب حرت والله يا حرت تقول لك اعطيني بونش لاين انا ما نحيرش فسر لي حكايه ما حبيتش انت مش حاير تي يعني جاوبتك عليهم الكل معناها قد ما نجم فما حكايات ما نحبش انا نجاوب عليها مش اوبليجيان عليا انا معناها عندي تيتروات طويل وصلت العباد قريب تدخل معايا تعرفني فاش نتعشى معناها نحكي لهم ديب انا في حياتي إيه انت برمي لي رار زياده اللي عندك دي تيتر فيهم 20 مينوت فيهم 20 مينوت وشفت نوريك حاجه فيهم 20 مينوت والفيوز نتاع التيتروات هذاكم ماهمش كيما الفيوز نتاع التيتروات اللي مثلا سميت لي بونش لاينوت نتاعي نحي يدك على الميكرو فهمت كيفاش؟ ماهمش فرد كذا عليه وتنجم تحط تيتروات زاد الاخرين تسمع ليه انا راني معجب انسان يغني 20 مينوت ويعمل دي شوا كير ماش راني قلت لك انا ما نجمش نقول لك انا فهمت علاش الراب وبرشا رابرات فيس على خاطر الراب معناها تبداه ما رابش تبدا الراب راه امورك خايبه على الاخر على خاطر الراب باش تولي تعطي في جهدك الكل الكتيبه وما فماش باش تبدا تكتب في الراب باش يجيك في وسطو معناها راك باش تعدي فتره حرمان طويله دي تيل فاسون في فتره الحلمان تحل ببرش عباد مستين على الاخر وخايبين على الاخر تولي عاود هذاك تولي يعطيك الصحه هذيك هي الكالتشر هي في امريكا شنو هي في امريكا كحالش معناها عبيد معناها تحارب معناها على الراسيست فهمت كيفاش فهمت شنو هي فهمت كيف يفلك عليك شعر ولا مالي بالعالي ولا بين الساخ يطلع شعر اسمعني بالرسمي في امريكا هما راسيست معناها مال انت عبدي فلك عليك اسمعني عبيد بالرسم اللي بيض راسيست كيما نقول لك حالش معناها جابوا برشا فلوس ها انتم يا بيض ماكم لاباس عليكم وتاكلوا مليح وسمين الكل ونحن فقاره ها ولا عندنا فلوس هاي ذهبوا وجا بكا هذيك الحكايه الكل توثقكم مواه في امريكا وفي تونس هاك في تونس خي تخلي العباد شكون يعمل فلوس ولا تنجم تعمل فلوس في تونس ما هو اللي يشد مسرب يقعد يتك عليه ويمشي على روحه المسرب هذاك هكا دوريم صح وعمل فلوس من تونس نعرف عليه من الراب من العاده يا صفور عليه ربي يعينه خويا من الراب مين نعرف انا اخي ترافي انا معناها كديرين برسم كون عملت فلوس بجيب تقول لك انا اسالوا هو جيبوا لهنا حطوا قول له خويا مين عمل فلوس قول له كوره من هنا والله راني ماني فاهم لك بالرسمي راه تعداو الديفي اسمه راب سور كوموند راب سور كوموند صاحبي باش نعطيك اي حاجه انا من هنا وانت تحاول تبيعها بالراب تو انا عندي فيسبا فيسبة العبدلي باش تتباع فيسبة لطفي العبدلي فيسبا بيع لي الفيسبا yeah. باند قمرة لطفي الحبي بيع فيسبا متعهد يعمل قصبة ما تحطت في حتى نصبة ايه بابا ومن شنية تيجي لا ما تقوليش هذيك ما تقوليش توا راب من وسط الحمام راب في الحمام نتكلم بلاتو خمام ما مشيتش للحجام جيت طول بلاش كلام ما عنديش دام درشنية في الافلام تقول اش فيه بتاع النسام ليديز اند جنتلمان
إيه فازة جديدة فازة جديدة فازة فازة جديدة هيك عملت هيك تيجي صحيح أي بابل أون رميسي أون أبلودي كاسترو تحية خاصة لي كاسترو معلم راك عملنا جو معاك نخرجوا بيب ونرجعوا كاسترو